نجمع الناس، قال لي تيجي شي كتب وسير وتيقول لك تيجي وانا في خدمه المواطنين وغادي نفتح هذا المجتمع المدني ونفتح بهذاك المعارضه اللي عندها شرعيه وصوتها فيها الناس. حنا اليد ديالنا مدوده للجميع في اطار احترام، في ما كيكون عندها شي قرار كبير ولا شي مشروع كبير تنعيطوا عليهم هما الاولى، تنعيطوا عليهم وتنقول لهم الله يجزيكم بخير، ها واحد لا ديسيزيون واحد القرار اش كتقولوا في هذا الشيء في اطار الاشراك. وراه درناها في ثلاثه ديال الدواسه ولا اربعه وباقي غادي نديروها. هي كاين ناس كتهضر ناس كتقول هذا لا محاسبه، كل واحد كيدير المعارضه ديالته بطريقته، هذاك حقه. نحن نشتغل الدور ديالهم انهم يعطيو ملاحظات ويعطيو داك الشيء. ونقول لكم واحد الاخر، اقسم بالله الا الباب ديالنا مفتوح لجميع الافكار الهادفه. المهم ما غاديش نعطي حكم قيمه باش ما يتحسبش ليا شي حاجه عاوتاني.